إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرض الخناق. السمة المميزة لهذا المرض هي السعال المكبوت الذي يشبه صوت الفقمة. أن سبب هذا السعال هو وجود التهاب في الشعب الهوائية العليا الذي يكون في العادة ناتجا عن الإصابة بفيروس. إذا أصبح التنفس صعبا جدا على الطفل نتيجة مرض الخناق، فإن قد تكون هناك حاجة إلى إدخال الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج. ومع ذلك فإن معظم الأطفال يتحسنون من تلقاء نفسهم في حوالي أسبوع من بداية الإصابة. أيضا يكون مرض الخناق أكثر شيوعا عند الأطفال في عمر أقل من 5 سنوات. أيضا من الضروري استشارة الطبيب المختص في هذا المرض، لأنه ممكن يسبب اضطرابات نفسية وعقلية عند الطفل. إلى هنا انتهى الدرس. ممكن أيضا مرض الخناق يكون أكثر شيوعا عند الأطفال في عمر أقل من 5 سنوات، وبعض الأحيان يتحسنون من تلقاء نفسهم من أسبوع إلى أسبوعين من بداية الإصابة. هذه أهم المعلومات التي يعني طرحناها في هذا الموضوع. أتمنى أنكم استفدتوا. ولا هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.